جبنا مانتا اسكي يعني جنازري وزير كوري خرجوا محمد ديري جنازري رحم الله كورا بيو قفا هي تونتي يعني تير واه سياسة الصوماليات مركز صوت ضد حقوق ضد مركز يعني لقى تير بدي هي اما سيدا كانت تونتا على سن مركز وحان الى هي غبر الى محرس جن كورا بيو قفا هي تونتي ادي هذا محدودة حقوق ضد بوريس وزير بيك هي waxa hadda soo dagay meedkii marxuumad wasiir Khadija Maxamed Diiriye oo ku geeriyootay dalka Djibouti dalkana walaalahanahay suweyn loo soo sabootiyay ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kala duwan ay hadda la socdeen insha Allahu ta'ala hadda ayaa lagu tukan doonaa ka bacdina waa la aasi doonaa qof bay ahayd qaranka Soomaaliyeed suweyn ugu soo shaqeystay hooyo bay ahayd u damqata oo daryeesha Soomaalida inteeda nugul وقت دير أو أفرت أن دور سنة كله ونا دور كل الدوين كسر شقي سي سي أي دل كان يدك كان وقاعد ديكتو هذه شو شنس سنة وحن كود تشرن قليه قليه هو وزير ده حد أنا وحن كود تشرني قلها وزير ده كوليكس ما نوحين درس ما نوحين وحن ربا إنا إنه لما أنت أدعي إنه وجد عينه إنه إلى هاي وجر رحمته أو شنة الفردوس كورابيه الله نحرسته نحرسته الله كورا بيو وحلو ترقى لما هاي ايضو تعوان هاي تكتماشا مركا الله نحرسته ان ما انت نحلك القسوة هي ميتكي ما انت قرنت هاي انبا ايضا لقو ادي ان شبوتي فايكو نفبحضه مركا الله مدن كسم السيو ايو اهلدي قف بحبضا ميشا كتبتها هاي وزير اضعادك بي هاي إلى عرتا صدق يا الله باتن صنع يا هلك كل شيء في البرلمان مركز شمدي ما إله وبرينا كل ما بسند ذائقة الموت وزير خديجة محمد ديري الله ونحرسته وحيد رنت جيري آدي الله غنحه ورنت دك الصومالي مر بيجوعان بعد درمان وحنو تعسينا دمان ومدى الصوماليات سجار وحنو تعسينا إهل كي يقرأوا ذيك جيريوتي صاحب هذا جاركا وحن الله إله جنات فدوسيا كورابي خديجة وحيد رنت قف آدي آت أول كروة أو صار شغل اسمه دردر خلنا كان أسوأ ذيك شيء لور اللي بعطس أنا كتر سنة قولها الشعب حكومة فرا بنا كتر سنة قولها الشعب كان مدة كذا جرنانية يدو سدح قولها وزيرنا وقولها كتر سنين وحن كتر لامي كرا قف أدي أد وفهمت وحي هذي وهو الكرة أو شغل بدن قف نحرس بدن واحد وحن دت فرا بدن رقون ولا هين وحدرين مدونان تلابوين كي قاعد جرت إيوه وحي قاعد جرت فهمت وقاعد دوران هذا وحن ده هي كلية دتك الصوماليات ميل بي جوجان وأول ما هالعيلنا رنتي درانك يا مجيان وعن رجينا من أحد قرنك يا دمان لوضع قرية دولدو إن خديجة إل كيدي هي تتك قرابة كل واحد سجارة ورقبان أنا موجود نقف كستو قرنك سوء ديجا إن واجبات نجس سهرين هاي إن المعلم تين بدنا أت يا الله ما سنتها والنجوي مركي هل كان كبح يسيبه وان للسعودي عسبيتال كنا يعني جي تتك كلا للسعودي يعني كوجيني خديجة رنتي حنون آدو بدن أيا هالمر أسيبي وحينا هاي خديجة قف آدو قوين دولة دمدا الصومالية هي صاحبة الصومالية هي انت انقرن هيا بين بدن دولة الصومالية كلية تميها دولة دي كو جريوتي جبوتي نسيدو كالي تقف قوين حرمة بدن احترام بدن أي أوهيين رنتي نوغانا تعسيه نوغان نوغلايين انتي اي سبيتالك كجرتي ايو انتي حالة دي للا تعالى ييبا ايا هيد وانتي انت اسنو حاك انا اسلاها هاي وان قيمه اي لهيدا قف اهانيد وحدد كان ايو امد اي سوكيان ايا كنتي جيري مفاجاة وموت الفجاة ايا حق الربي واتمد حنون كاد وقت دار مونا سوق هذا لكن حنون اذكب وهاي aan waqtigaas halkaa laga filaynin laakiin ilaahay tiisu way u qoran tahay qofka maalinta saacaddiisu tahay
أنا إنتي دلالة سمين كروال سمين ريزارو وسكوت إنتي قلين كجبوتي لغو سمينين وكاقا هذا ودن كاس ودن هذا كلا ديبا دلوقع هذا لكن أخاتير تأكل تليين قلين ككور مران سيدو كلا قلين ككدب مدحوينا جبوتي اسماعيل عمر قلا سكوت إنو إسنا كاقا هذا الكاس كنتي دلال بين هذا لغو سمين لها والسوة دي لكن إنتي الله يا قرنيت قدي جو حاكلية تيمان تنقمضان تلحوي إنا ندعينو إلهينا وقبر جواه سعيه إله من يرجو أن هاي حاجة سنة وافد جاءت يا دول ما سنتها إن لله وإنا إله رجعون إلهي هؤلاء حريستو حل بانا وزير خديجة ديري خديجة محمد ديري شركو قريتي جبوتي وحان كميد أنا وفدقي حاجة لجوغ حل بانا دي وزير سوق جري أو أي 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 كوكب ستي ماشي كو قريتي إني أرنت أن ريزوارها نهو قامين أين الله أنا حريستو صبر إيمان أنا لغسيو وزير خديجة وحي إهد وزير إيه حل إبانة مدى لباتن إشان سنة دالك سومالي أو إهد مسؤول كسو بلاو عرط إلا إنتان وقت بدن ودك أصوشا قيسي أجشي دي وقت غدا كو إكاد شالي الله أون حريسو جنة الفردوس الله كورابي وحا أقو تعسيني شعب سومالي دولد فدرالك إيه شعب سومالي إيه قويس كيدا إلما هذا يا غرابة إذا أنت الله ونحرسه إن الله وإنا إليه راجعون وحالك تعسي ودر يا أمد الصومالي مال البيجوغان خاصة أهلدي يا غرابة إيك الجريوتي وزير خديجة محمد ديري وعن الله إله جنة الفردوس هكا ورابي وعنكم إذا حددتكي أي هل كان ما وفدقي وزير الوزارة وقامنا أي هل كان أي كوضع بحين ده وقتي إذا هلك أنت كل ماي مركي حاجة تكتني ولا لا تعالي إسبتال بالجاي لكن وقتك أنت كويكا مركو عن لا هي تعزيز السخرة إن لو إذا قصوا ما يدور الميل بجوعان خاصة قرابة دي هلا دي هذا ما تنتهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون وحان هلك أن كتعزيزنا يا وكتعزيزنا يا قيسكي يا هلا دي iyo dhamaan umada Soomaaliyeed oo ay ka dhimatay wasiiradeena Khadiija Maxamed Deeriye runtii wax badan dalkan iyo horumarkiisa ka soo qaadatay xil dhimaanad in badan ka ahayd wadankan ka ahayd wax qabadkeedina runtii lagu xasuusan doono waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi naxariis jannahasiyo in قداشنا إلهي نما في الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن مدرسة الصوماليات يو أهل كده يو قيس كده بوقت عزين إن وزير هل دبان بديج محمد ديرية وطيع الله الله وتمت وحن إلهي وقبره إن جنة جنوي كيس مدة وقص الرسالة فردوس الله إن إلهي جيو طبعا مدرسة الصوماليات وكل ركنت هاي دور في وزير خديجة كلها ورمرنتا adeeg bulshada Soomaaliyeed ayadoo hadda ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka soona qabatay jagooyin aad iyo aad u kala duwan runtii qof walba oo ama taageersan ama dhalisan buu Hussein in kirsanayn awooda iyo tabarta iyo dadaalka wasiir Khadiija ay ku bixisay dalkan Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii ay dalkeeda iyo dadkeeda u shaqeysay inuu ka abaal mariyo qadarta Allah tafasiil ma lahan laakiin waxaan isleenahay tii Allah ugu timid dalka Djibouti aan walaalahan hay runtii oo asaga ruuxiisu si weyn murugada iyo tacsida looga dareemayo hadda ka nimid umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto wasiirada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yirahanu badan walaashina wasiir Khadiijo wasiir Khadiijo gubiriyotay shalaato Djibouti aadi aad xanuunaan ugu tahay dhamaan umada Soomaaliyeed meel uu qoreerkeed ahalkeed ugu tacsiinayna حالنا إن لله وإنا راجعون قلبي أهل كذا إله واسع وغلقه إله ونحرسته وارن لقوح ماضو وحنون إيقوتها أمود الصوماليات وحن رجينا إن شاء الله خبري قد واسع لها وغلقه وحن ما نتعسينا أمود الصوماليات ميل والبوي تشوغان أيام تعسينا إله سبحانه وتعالى وحن وقبري شنذي فردوسون وسيدي قديش محمد ديري qadiicho qof aad u wanaagsan ahayd qof siyaasadda Soomaaliya iyo umada Soomaaliyeed baad ay u taqaan ahayd lagana dhex yaqaano siyaasadda Soomaaliyeed qadiicho waxaan iska soo baxnay Hirshabeelle
dadkii kuraasta wada doonanay anigu sanad kaanan xildhibaan noqday dadkii kuraasta wada doonanay ka mid ahayn waqti badan isla qaribna waqti badan isla qaadanay qof aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad waxa waaye u jecel qof wanaagga inay dadka wanaajiso dadka u samaafasho dadka u naxariisato sidaad ogtihiin guriga khadiijo maxaan diiriyay dad badanaa ku nool oo ayadu ay u samaafasho caruur badanay haysaa ilaahay waxaan uga rajaynayaa wixii wanaag ah oo ay geysatay inay maanta ilaahay oo ugu maarataayey ugu naxariisto inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun inaa lillaah wainaa ilaahi raajicuun ina lillaahi maa akhada walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu biajalin musama allahu naxariisto allahu naxariisto wasiir khadiija maxamed diiriye allahu naxariisto sabir iyo iimaan saadiqa allah inaga siiyo runtii waxay ahayd geeri xanuun leh geeri naxdin leh ayay ahayd qof kasta oo soomaaliya meesha uu joogo dal iyo dabad ayuu ku taabatay geeridaasi waxaad moodaa inay aad inoo gilgishay oo dal iyo dabadba ayna gilgishay geerida khadiija waxaad wasiir culus oo ku culus dalkeeda iyo dadkeeda ku culus ilaah beytiisa tahay way xanuunsanaysay maalmihii u dambeeyey mar dhowr maalmood ka hor iyadoo u baxaysa safar kismaayo ayaan airbootka ku sabootinay halkaasay nagula ballantay runtii hadalkeedu dardaaran buu u badnaa qof dardaarmaysa ayay ahayd hadalladeedii ay weliba aniga si gaara igala hadashay arrimo waxaan u arkaya markaaba inay hadalladaasi dardaaran ahaayeen xanuun baa ka muuqday runtii ilaahay subxaana wa tacaala khaatumada ha u wanaajiyo qabrigeeda allaha waasiciyo qofku markuu dhinto ayaa la tabaa shaqadu hayay dee wada arkaysaan maanta dalku sida uu yahay aas qaran oo ballaaran baa lagu jiraa in badan bay aas qaran qabanqaabisay oo aas qaran ka shaqaysay maanta keedii baa la joogaa arrinta runtii aan xasuusin lahaa dadka soomaalida inay dhegaysanaya waxay tahay inay ilmo yar ay gacanta ku haysay ilmaha yar ay korinaysay iyadu aabbiyahooyo toona lahayn ilmaha yar in runtii xilkii ay iska saartay in layska saaro oo arrintaasi maanta aan u dayacmin oo aan usiirka dhimatay u dayacmin lillahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lillahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahi subxaana wa tacaala qulaasheen khadiija ilaahay ha u naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala qabrigeeda ha waasiciyo dembigeedana allah dhaafo runtii waxay ahayd maaragtay aamo weyn oo qaranka usoo shaqaysay oo in muddo ku soo jirta siyaasadda la soo bilowday maaragtay dibliskii dambe soomaaliyeed ilaa hadeerna qayb ka ahayd aqoontan u leeyahay waxay ahayd runtii qof xaro badan oo labadii teermo u dambeysay ayaan baarlamaanka kuwada jirnay markaa runtii qof maaragtay wanaagsan oo baarlamaanka laga jecel yahay ayay ahayd runtii oo shaqo badan marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala qabrigeeda waasiciyo kitaabkeedana mig allah ka siiyo dembigeedana dhaafo umadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa qof walba inuu iska cafiyo oo walaal iyo ehel soomaaliyeed meel kastay joogaanba waana maadsantii walaalkaa koobi karo wasiir khadiija waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo waddanka wax weyn u soo qabatay oo ilaa iyo xaalad xun ayagoo ku jiro ay soo shaqaynaysay runtii inkastoo annagoo dhan aan mayd socdanahayn aanahayna yacni kama filaynin sida yacni mowtulfitr ugu dhacay ilaahay naxariistana allah siiya walaashay aad iyo aadaa ugu xunnahay ilaahay ha u naxariisto qabrigeedana allah u waasiciyo sida adduunka loogu jecel yahayna aakhira loogu jeclaado duco unbaa aynagu leedahay soomaaliya oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay usoo duceeyaan wainaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun wasiiraddeenni xildhibaanadeenni marxuumad khadiijo maxamed diiriye runtii markaan maqalnay geerideeda geeri naxdin leh oo dhammaan ummadda soomaaliyeedu ka naxday ayay aheeday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samir iyo iimaan naga siiyo ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaanne qaraabadii iyo owlaadii ay ka tagtay marka waxaan leenahay wax kaloo nidhaahda maanta ma noo bannaana ilaahay inuu jannatul firdowsa ka waraabsho qabrigeedana waasac uga dhigo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan eheladana uu samir iyo iimaan ka siiyo runtii waxaa ka baxay ummadda soomaaliyeed halyey qaran halyey qaran halyey qaran marka ilaahay jannatul firdowsaha ka waraabsho insha allahu tacaala gadaasheedna alla nama fidnayo insha allah wainaa ilayhi raajicuun anigoo ah ugaas maxamed bishir ugaas xasan
ku hadlaya magaca golaha afayaanka golaha dhaqanka nabadeed ee jumaal ah qaraabadeena ah ugaaskeedii ah waxaan ilaahay uga barayaa khadiijo maxamed diiriye nafteedii weeydeeye ilaahay inuu kitaabkeedii midigta ka siiyo marti la jecel yahay qabriga uga dhigo caruurtii ay dhashay intay sii dhaleen reer diiriye reer maxamed diiriye oo dhan iyo dhammaan wasaaradda shaqaalaha wasaaradda golaha wasiirada iyo qaranka soomaaliyeed waxaan ka tacsiinay geerida naxdinta leh ee ku timid marwo khadiijo maxamed diiriye waxaan si gaara uga tacsiinayaa suldaan maxamed suldaan axmed iyo caruurtay dhashay intay sii dhaleen iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay u qareemaysay ayaan tacsi tiraan halkan uga dirayaa inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun qabriga allahuna qiyaamaha lagu shafeeco waxay ahayd marwo adeegta u qareenta inta dhibban ilaahay dhibba tuso qabrigana allahu nuuro. bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo